الفتحة بقى يا اخويا الايام نورت النهارده وبص يعني الدنيا كلها فرحة ساعة اخويا محمد عمر ابو زياد الفاتح وابو زياد واحد ربنا ما يكرمك زياد ويرحم احمد محمد الموسع ويجعله في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء يا رب يرحم سيدنا رسول الله سيدنا وسيدنا الفاتح عدد سيدي سعيد العريان سيدي كامل العريان سيدي محمد العريان سيدي عبد الصمد العريان سيدي الحاج جمال همام ابو جهل وعباد والمحسوبين على سيدنا هم اهل البيت شيرين عمر شيرين اخويا ارشد الدين وكل احباب سيدنا زينب كل المحسوبين على سيدنا زينب العمر يا حاضرة العمر وكفر الشغل وعدم سيد عثمان عبد البرار وسيد الشيخ محمد عثمان عبد البرار أبا العينين وولاد أبا العينين قال الشريعة يقول أبا العينين أنا اللي سوقي أنا والسلم مني بان أنا اللي حميت أمي من إزاني من قبل مرضع الألبان أنا اللي شوقت على البحر بيدي سبحت حيتان لولا الشفاعة لعبر الجد المصطفى العدنان أنا لرمز النار برجلي وابطل الميزان بدل يا جدي أبا العينين بدل يا قبر الشريعة لكل العطايا نصرة يا ربي لك يا حضرة النبي واحنا في ساحة المناصرة توعدنا يا ربي بقى النصرة أبعد فينا المناصرة وربنا مش عارف خد مين ده ربنا خدم الوجود كلته بس مين اللي يدري مين الليلة معانا رضيعة عالمية اسطر يا رب يا كريم معانا اسلام السكة هينقعنا وهينشرنا على كل مجمع الفضاح الرواح حبيب المساكين القمر الشهيد وحدة بيت السوق أخويا سامي السوق اسمع ليه قبل ما يبقى شجرة الصفصاف يا ميت يا ابن الميت الكلام ده ليك مباشر شجرة الصوف صاف Thank you.
شجرة الصفصة محي البلح وانا للبلح شجرة الصوفي الصاف شجرة اهل الصف الواحد شجرة الحب شجرة النقاء شجرة العطاء شجرة الجمال شجرة الوفاء شجرة الحنان شجرة الدلال شجرة الصاف اللي صاف شجرة الصوف اللي صاف شجرة اللي صفى بنور المصطفى لما سكن المصطفى دخل شجرة الصوف صف طرحت بلد طرحت بلد بلد حياتي محيا الروح وانا للحياة واخر وابن الطريق السليم ينزل طريق المصطفى وينزل على خط السير ويسلك مسلك المصطفى الله 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 الطريق السليم مال الصفا